يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اضرعي. يا نفس إن لم تصبري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اضرعي. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع. فاستأنسي بالمنع وارعي حقه، إن الرضا وصف المنيب الألمع. وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك لم يسر الضمير.